الرسنا 12/7/2012. هذه النار التي خلفتها عصابات الأسد جراء القصف المدفعي العنيف الذي استيقظت عليه أهالي مدينة الرسان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انظر يا عرب، انظر يا عالم، المنازل تحرق، انظر إلى هذا الدخان الذي يغطي مدينة الرستم بالكامل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.